روبلوكس كعادتها بتبهرنا يا جماعة. وابص الاقي لعبة بوبي بلاي تايم شابتر 1 نزلت بشكل رسمي على روبلوكس. متحمس جدا يا جماعة اجرب القصة، وعايزين نشوفها هتكون نفس اللي احنا لعبناها ولا في اختلافات ولا لا. فده اللي هنعرفه مع بعضينا، فتأكدوا يا جماعة بقى، تعملوا بقى لايك. اعوذ بالله، فين الهج واجي؟ لا ولا كي ولا استنى هيطلع ويخدنا دلوقتي. اختفى يا جماعة، وحشني الهجا هيجو. ايوه خش بقى يا معلم، دخلني الاكشن. اول ما نديني كده فيلم رعب من بدايتها. في اختلاف، ايه ده؟ الله الله، كاميرا المراقبه مقفول الباب. لا والله، وانا اروح افتحه صح؟ او يا جماعه هنشوف. طيب الله 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 الله، فتح. اوكي اوكي اوكي، يلا. الله الله الله، ايه ده كمان؟ مكان غريب والله، حاجه ترعب. ثواني يا جماعه، الكاميرا ما شاء الله شغاله عماله تصور. حبيبي انت مش خايف تكون في حاجه وراك يعني تخضك مثلا؟ انت داخل كده عادي ولا ايه؟ مش فاهم. طبعا يا جماعه بيتكلموا على الذكاء الاصطناعي. اوكي، تحس رؤيه مختلفه هنا عن اللي احنا شفناها. اوكي خلينا مكملين. طيب هو شايفين حاجه مرميه على الارض ازاي؟ زي كده المفاتيح، واحنا نحاول بقى ندور. الله 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 الله، ده ما نزلني في مكان غريب. والله يا جماعه انا اتحمست بقى كده. يا جماعه بقى تشتركوا في القناه، تلاقوا الزر الاحمر تحت، دوسوا عليه بصراحه، لون الرصاصه، تنورونا وتشتركوا معانا وناخد الكارت. ايه ده؟ هات يا عم الكارت، انا مش بطفي النور. حلو كده، المفروض جبنا الكارت، حط بقى هنا الكارت. افتح. ايه اللعب؟ ايه ده؟ هو انا كل ده لسه ما نزلتش ولا هو محدد لي؟ ايه يا عم خضتني يا عم؟ الراجل هنا يا حبيب قلبي، ذكاء اصطناعي، اهلا بيك ايها الذائر. انا مش فاكر. انت مش فاكر اي حاجه صح؟ خليك يا عم في اللي انت فيه. المفروض نمشي. طب نمشي ليه؟ لازم نطلع من هنا. استنى يا جدع، طب فين؟ امشي امشي. طب شكله مهنج يا جماعه، شكلي في حد مخترق وقاعد بيخرف. يا عم احنا لسه جايين يا ابني، عمال يقول اي كلام. الله، ايه ده؟ الباب قفل. حلاوه. الله، والكاميرا اتكسرت يا جماعه، قلت لكم والله هو من الاول خالص. ما صباح لا هجايج، وحشتنا انا والله عليك وحشه من اخر مره، ارجع لنا تاني. ايه ده؟ اوكي انا مش فاهم اعمل ايه ده. افتح الباب. استنى، هو عامل لي زرار هنا غريبه، ان انا فين يعني افتح؟ بيقول لي مفيش باور. استنى استنى استنى، خليني افتح. طيب ندور. ايوه جبت واحده تقريبا. حط 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 هنا. لسه ناس واحده كمان. تحكم غريب يا جماعه، بيدخلنا كده في القصه، بعد كده يحطنا اللي انت تدور بقى على البطاريات. ايه ده؟ يا خلاصي. اوه يا جماعه، لو احنا عملنا اصوات من الهاجي واجي هتسحبهم لينا. هم مين بقى؟ ولا هاجي، اسكت. كيسي ميسي كيسي ميسي، استنى يا كيسي، وحشتني يا كيسي كيسي. حط هنا كمان. افتح. حلو، لذيذه والله يا جماعه. ناخد بقى دي كمان. تمام، عندنا الايد، التحكم لذيذ. دلوقتي نقدر نفتح البيبان، فخلينا نحط ايدينا هنا الازرق. اسحب، ممتاز. نكمل. تصلت الكهرباء، دي لعبتي يا جماعه. في الاول تبقى محتاسين، بعد كده خلاص تبقى ايزي. ناخد دي كده، بعد كده ناخد دي كده. اوكي نعمل التوصيله، بس كده ممتاز. خلاص يا عم هات ايديا بقى، انت لسه هتفهمني يا معلم. بص يا كيسي ميسي، ايه ده؟ المكان شكله غريب، مدينه الملاهي بس مكحله. مش عارف بقى يا جماعه، بدات تنور شويه. المكان كبير جدا عملاق، وارد نلاقي فيه وحوش غريبة غير الهاجي واجي. الله، لا دي مدينة الهاجي واجي. يب، شوفوا المدينة وجمالها، مدينته تحمس وتخوف. الله، ها الدوشة دي. ثواني، هو فينه اصلا؟ هاجي انت فين؟ اوه يا جماعة في فيوز ضرب، يا حلاوة الدنيا كحلت. ايه ده؟ في ايه؟ والله في اصوات، في اصوات، في هبل. مين اللي بيصرخ يا جماعه؟ في حاجه بتمشي في الضلمه، انا مش عارف ايه يا بقى. قلبي عمال يدق، مش فاهم انا اي حاجه. كمل، ربنا يستر ما يكونش الهاجي واجي. المفروض ندور على كام؟ 8 فيوزات يا راجل، حرام عليك يا راجل، قول كلام غير كده. طيب والله في حاجه بتمشي يا جماعه، ولا هاجي مش عارف بقى فين، فانا حته. طب بص، انا خلينا احاول اركز على الفيوز اللي هو طالبه مني عشان اقدر بس ارجع النور تاني. شوفوا الحاجة عاملة ازاي، بهدلة. لا ما شاء الله عليا، امشي يا عم. انا لسه محتاجين كمية محترمة، مش هنعرف نجيبها دلوقتي لان اصلا مش لاقي اي حاجة. اوكي خلينا يا جماعة ندور كده في المكان كله، لان مش عارف شكلها هيبقى نفس الفيوز اللي احنا جبناه
ولا واحد ارفع وشكله صغير. خلينا طيب نطلع كده فوق. ايوه جم جم جم. اوكي كمل. هو ينفع نجري؟ هو عندي كيسي ميسي. ازيك يا كيسي؟ مخبي الفيوز هنا يا سوسه. ناخد حاجه. حلو، نقدر نجمع تقريبا بقيه الفيوزات. وبدات تظهر لنا يا جماعه، طب ما تقول من بدري، في كميه كبيره بس كلها بعيد عن بعضيها. تقريبا كل ما ناخد واحد. وفي صدر رجلين صح. هاجي واجي، والله هاجي واجي يا جماعه. مش عارف اخش صح. انا دوست على بتاع بالغلط. والله دوست بالغلط. اجري اجري بسرعه بسرعه بسرعه. هاجي الجن. يا لهوي، اجري 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 اجري. استنى بطوطه انت كمان. والله بص الواجي واجي هنا، ده شكله بيفتر علينا يا جماعه. المشكله مين يجري ما بيلحقش ياخد نفسه. ايه ده، عياله دول ولا ايه؟ مبروك مجالك، اجري يا جدع. خلينا ناخد بس دي كمان. ايوه في فيوزاه هنا. حلو كده، نصنا كام يا جماعه؟ انا عمال اجمع وهاتوني ما بتحسبش. اوكي تقريبا بنجمعهم بعد كده، هو بيحسبهم لما اجي احطهم عند الباب اظن. يا جماعه يا رب يطلع كلامي صح، انا ما كانش كده هزعل. طب بص خلينا نعمل التوصيله بقى هنا تمام، وعلى الطريق على السكه احنا كده كده هنطلع فوق. هناخد بس دي الوحيده اللي تحت، الباقي كله فوق. ناخد بس دي كده على السريع. يلا 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 شد. اوكي لينا حدود نشيل البطاريات. طب كويس انا كنت قريب من المكان. حط هنا حاجه، والله ما اقصد. حط 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 ثلاثه بس. لا يا جماعه ثلاثه بس وهنرجع تاني. طب خلينا احسن بقى نحط دي كده عشان يبقى ايه الموضوع اسهل، يبقى نصنا الباقي سهل. والله يا ريت اجيب واحده كمان من تحت بس بعيده في اخر الدنيا. يلا حط 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 هنا. تمام كده معانا اربعه، عايزين نطلع نجيب ثلاثه من فوق. ثلاثه موجودين قدامي، هم سهلين الثلاثه اللي فوق، بس الصعب بقى فين اللي هم موجودين تحت دول. في واحده ينفع اخدها بايديا؟ ايوه حلو. طب في الانجاز بدل ما افضل رايح لها عشان انجز وقت. حلو خلينا نروح نجيب دي كمان الثالثه. يلا ارجوكي ارجوكي، مش عارف اخش ليه يا عم. ايه قدامي؟ الحمد لله تقريبا الهجة واجي سمعنا صح. يا رب اقول كلام تاني غير كده. كمل كمل كمل. ده طالع طالع. استنى حاجه هيجو، استهدى بس. انا اجري 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 يا ابني، انت هنكت ولا ايه؟ يا لهوي على هاجي هاجي، ده مجنون. لا اجري اجري، نزل على السلم نزل على السلم يا جماعه. يا رب ما كنتش العب العب في دي، المفروض تعمل صوت بقى. بتخلي الهاجي واجي يروح لحيطه. يا رب ما ركز معايا، انا عايز اكسب. اسحبوا اسحبوا اسحبوا. حلو اسحب، ما ينفعش احنا بعاد جدا يا جماعه. يلا نصنا. لا 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 كمين هنا. بوع على الفضيحه، يا لا حلاوه يا عيال، دوست على الدبازيب كلها. انا اسف واجي واجي، والله ما اقصد يا جدع. ايوه في واحد هنا. يلا تعالى اخر فيوز، ممتاز. جاي 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 جاي. يا رب ما يشوفني، خليني مستخبي. لا ده جاي الفقري. يا عم انت شفتني ازاي؟ يا عم انت شفتني ازاي؟ ايه ده يا جدع؟ اجري 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 اجري. يلا 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 بسرعه بسرعه بسرعه. خلينا يا جماعه امشي كده. ايوه مد شويه شويه، شكله سريع. يلا يلا. ما عرفش يخش. تعالى يا جبان، حد داني ولع المزيكا وخلع. والله انا مفتر يا جماعه في روبلوكس مش طبيعي. شوف الرسمه بتاعته كمان، شرير مشرشر. كمل اطلع فوق. هنا وضعنا في امان. طب هنا مفيش دباديب بقى ليه تقعد تزمر؟ حاجه غريبه. جاهزين يا جماعه، هننط بقى هنا عند اللعب. واحد اتنين. الله الدلع، ناشفه زي الطوبه. لا يا رب ما يجي من نفس المكان. استنى هاجي استنى هاجي استنى هاجي استنى هاجي. اجري اجري اجري، افتح الباب افتح. قول لا استنى يا جدعان، الباب 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 الباب. استنى يا جايجو، حرام عليك، اجري. يا جماعه ما بيجريش ليه؟ انت بتهنج ليه يا حبيبي؟ كمل. فتحنا الباب يا جماعه، المرحله صعبه والبتاع اللي بتزمر دي مشكله. اوكي اوكي اترسبنا تاني. يا اوكي بعد كده رسبنا بقى. لا كونكت، هنعمل توصيل لل اسمها ايه دي، للمواسير. يا حلاوه 8. طب كتير قوي يعني، هو جايب لي بس دلوقتي واحده. لا الدبدوب الفق دبل دبدوب يا جماعه، فضحنا.
والله الجواجي لو جالنا ايوه هتشخل البروبوكس. لا استنى يا عم استنى بس يا جايجو يا عم سيبني لسه ما فرحتش. سريح اجري 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 كويس استخبيت استخبيت الحمد لله خدعته يا جماعه. كمل هات يا حبيب قلبي خلص هات الحاجه. ايه ده ايه ده كمان في حاجه فينا مش فاهم ده ايه ده يا جماعه. اوكي خدنا كارت تقريبا لازم نعمل التوصيله اللي هنا. حط هنا توصيله ايوه افتح البوابه مش عارف متفائل حاسس في حاجه هنا هتجيلنا يا حلاوه يا عيال يا فضحتك. كمل 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 خلاص عملنا فرح وعملنا الليله. خليني مستخبي مكمبر هو سمعني مش شافني. يلا عايزين نعمل التوصيل بقى للحاجه. ما اظنش يقدر يخش هنا صح. استنى يا جايب استنى يا جايب يا لهوي دخلني ازاي دخلني ازاي كده يا عم انت بتعمل ايه بتستهبل والله بيستهبل يا جماعه يا عم افهم بس نتفاهم يا جايجو اهرب اهرب بسرعه يا جماعه تقريبا انتهى تقريبا انتهى اجري 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 استخبى في الصندوق اي حاجه كمبر جوه اوكي وهو يا جماعه اولت في ماسوره احنا حلو 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 الحاجه اللي هو عاملها بلمعه هو جاي ولا لا؟ انا مش شايف يا جماعه كويس والله يعني ممكن تكون الاضاءه ايه مش احسن حاجه. خلينا ناخد دي حلو خلينا نكمل ناخد الماسوره اوه بدات بقيه المواسير تبان. مشكلة يا جماعة اللي احنا لنا حدود ما ينفعش ناخد اكتر منها دي المشكلة بصراحة. جمعنا الفيوز خلي بالنا من الاسماء دي الحاجة اللي في الارض دي ايوه ابعد عن الهاجي واجي ابعد عن الشر وغني له بس حلو كده ناقصنا كام؟ 8 كتير والله كتير وفي واحد هنا جنبنا ممتاز تعالي في واحد هنا فوق ازاي انت هنا كده؟ مكانها عالمي والله يا جماعة بس يلا التالتة ازاي يا ابني ما انا واخد تلاتة الهجة واجسته قريب يلا كده هنجيب كده الماسورة اظن احنا جينا جبنا ستة خمسة لسه ناقصنا تلاتة معقولة بنشيل بس ماسورتين هي بصراحة حجمها كبير بس يعني بحبحها شوية ماشي بنشيل اتنين بس يا جماعة اخرنا اتنين يلا نعمل التوصيلة دي كمان يبقى كده ناقصنا اخر تقريبا اخر واحدة يب ايوه وصل هلو ناخد ده الأخيرة سبعة تمانية ممتاز كمل خد بقى دي ايوه تعالى يا جايجو يا جبان كمل التوصيلة كده مبروك يا جماعة يب السلام كده احنا خلصنا خلينا نشوف بقى الجزئية التانية المطلوبة مننا المفروض ندوس هنا على الزراير بس تقريبا يا جماعة محتاجة هنا تصليح لازم نعمل التوصيله بطريقه معينه عشان نخلي الحاجات اللي قدامنا دي اللي باللون الاحمر تبقى لونها اخضر فخلينا اكمل دي ممتاز اظن احنا ماشيين كويس كويس نعمل دي كمان بس ما اظنش يا جماعه لو حاجه غلط هنعيد من تاني كمل حلو وصلنا اخر واحده مبروك السلام علينا حلو دلوقتي يا جدعان شغلنا كل حاجه والمولد دلوقتي يقدر يشتغل كويس خلينا نمشي مع الليزر ده بس عايزين نحط ايدينا هنا غريبة لا 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 استنى بس هاجي واجي صح يا جماعة عايزين نحل مشكلة الليزر دلوقتي استنى هاجي هيجو ابوس ايدك بس خلينا نشوف بس حوار الليزر ده بعد كده نفكر نشوف هنعمل ايه يا رب ما يجي يا جماعة مش عايزين نشوف وشه لازم نحل اللغز الاول وبيدور بيدور بيدور عليا يا رب ما يشوفني قاعد مكمبر الكمبورة خلاص هاجي هيجو بقى استهدى كده اشرب لك حاجة ساعة كده يا جدع الدنيا مش مستاهلة يا جايجو ايوه خلينا اكمل انا خلي عندك دم بقى يا جدع ده انت رخم ما تمشي بقى لازم عامل زي الغرة لازم اعمل بس حوار الليزر مش عايز يمشي يا جماعة واقفين على البوابة والله حاجة متعبة بصراحة خلاص بقى يا جايجو طب خلينا نلف دي كده عادي هو مش واخد باله هو تقريبا لزق في ال في ال في ال ايوه كمل كمل دي ما بتلفش اصلا ما تمشي يا ابني ايه بس بتصير ازاي يخلص يبقى كسوفه يا بيضه تقريبا يا عم يا عم انت جيت فوق عليا يا عم يا عم هيجو ناصين جيران بقى يا جماعه بيعدي من بتاع والله على الهبل ده لما تصحى تصحى بروبوكس السلام عليكم بحبك يا هيجو تصدق كان نفسي امسكك كده والله كان واقف لي عشان روبوكس يا جماعه غدار واقف عايز يقبض ما خلاص يا عم الواجي واقف
المفاتيح اجري استخبى. يبقى احنا الاولانيه دي ما ينفعش نعدل فيها اللي هي جوه، بس دي ينفع نغيرها. فخلينا نشوف هو اصلا في ايه هنا. اها خلينا نكمل. طيب كمل تمام، عملنا توصيله لهناك، هنبدا بقى نظبط اللي هناك. الهجه واجب مكبر عندها، شفتوا اوكي اوكي اوكي، هو مش شايفني اصلا، بس انا مش عارف ليه. ايه يا عم انت فوت ازاي يا عم انت فوت عليا بقى، ما تهدى بقى هاجي واجي، مش ناقصين بقى جنان يا عم، استهدى بقى لسه دافع الروكس، خلص اجري 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 اجري. شكله عايز يفلسنا المفتري. كمل، مفيش حاجه هنا اصلا يا جدع، خلي عندك دم بقى. اوكي 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 اوكي، احاول يا جماعه لعبه كده على الشناكل، المشكله بيختصر الطريق، بيقدر يعدي عادي. اوكي لا على انا تعبت والله يا جماعه، تعبت من اللعب الرخمه اللي بتظهر لنا من كل مكان. بصوا اللي هي باللون الاخضر دي تقريبا يعني كده ايه، مفيش مشكله يعني كده مظبوطه، بس بصوا دي الصناديق اللي مضايقاها، فخلينا نشيل الصناديق. والله تفاصيلها حلوه بس مع الهج واجي مش احسن حاجه يعني. طب دي ايه ده، المفروض في حاجه هنا ولا ايه؟ فين الليزر التاني؟ او الليزر التاني هناك. ممتاز كده عملنا التوصيله الصح، المفروض تنور بالاخضر. كمل، هو كان في حاجه هنا ما اظنش. كمل، المفروض تنور بالاخضر هنا ولا مفيش حاجه اصلا؟ مفيش حاجه يا جماعه، فخلينا نكمل. طيب نشوف الجنب اللي هناك. ده في واحده في اخر الدنيا ولا ايه؟ انت بتهزر صح؟ قوي يا جماعه، هو شافني يا عم، ارحمنا بقى يا عم، يا عم ابعد عني يا جدع. كده دي مش مظبوطه. ايوه الحمد لله، كده عندي نورت بالاخضر كويس، عندي في بتاع فوق نورت زي بتاعت الفضائيين. ايه ده، انت كنت عايز نعمل هنا بجد يا راجل؟ عشان اقدر افتح هنا البوابة ولا ايه؟ مش فاهم، غريب. طب بصوا انا شايف مركبه فضائيه نورت لي هناك، فممكن يقصد بقى اروح للمركبه الفضائيه دي، لان بص لما اجي اغير بقى هنا دي كده، خلينا اجرب ولا هي ثبتت خلاص. اوكي اوكي ثبتت، يعني انت عايز نعمل التوصيله لحد هنا كيسي ميسي. تمام يلا، انت قاعد مكمبر ولا ايه يا هاجي واجي؟ ما خلاص يا هاجي فقري بقى انت كمان. يا حبي ابعد عني، مش ناقصين وجع قلب. اوكي اوكي اوكي، خير هنا في كارت ولا حاجه؟ ازاي ما فيش كروت؟ في بوابه هنا يا جماعه. اوكي اوكي، اظن ان احنا ممكن نطلع فوق تقريبا. يب خدنا فيوزين وعندنا في كارت. تمام، نروح بقى فين الجزء اللي بعده؟ خلينا نشوف كده، معانا بطاريتين ومعانا المفتاح الازرق، نقدر نحط الكارت هنا. ما نجرب، مش شغال تقريبا، في عطل هنا، نجرب الكارت. استخدم، لا انا عايزه انا عايزه ده، ممتاز. كانت دي لازم تتشال، ما انا كنت بقول كده من بدري يا جدعان، وحاولت اشيلها للاسف في مره كده اشيلها ما اتشالتش، بس تقريبا بعد كده ظبطت. اهو الكارت اللي عندنا الاحمر، حلو. طب ما تقول من بدري كده، عايزين بقى نروح للهدف بتاعنا كويس، ومحدد لنا الحاجه بدل ما نفضل محتاسين، لان بصراحه حاجه جديده وغريبه علينا. هو فين هاجي واجي والله؟ قلوب عمالة تدق يا جدعان، ما خلاص بقى يا عم الهاجي واجي انت كمان، عايزين بقى نروح للمكان. قاعد بيصرخ، اجري 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 اجري، عايزين نطلع للمكان او المكتب اللي فوق بتاع المدير. طبعا هناخد من السلم هنا لان مفيش مكان نطلع منه او نتشعلق هنا، فخلينا نكمل. ربنا يستر عشان شكله هو فوق، اظن يا جماعه هو ممكن يكون مكمبر. ابعد بس عن اللعب، نوصل بالسلامه ونقول مبروك. معانا المفتاح، ايوه ده بقى الباب الرئيسي اللي قلت لكم عليه. حط الكارت، خش يا معلم، افتح. أوه. اوكي 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 اوكي، هنا عندنا في زي حاجات ناقصه المفروض نكملها علشان نقدر نفتح او نجيب الرقم، فاحنا عندنا في ثلاثه من الحاجات دي ناقصه اللي هو البازل ده يا جماعه. خلينا نشوف من الالغاز، طب اكيد مش هنلاقيها في نفس الاوضه. فيها ارقام مفقوده فاحنا المفروض ندور عليها. طب انا هلاقيها في نفس المكان اللي موجود فيه ده، هيكون معلمني عليه. فهو دلوقتي الهدف بتاعي زي ما قلت لكم، دور على الالغاز، عايزين بس نجمعها وبعد كده نقدر نشتغل عليها. منور لي هنا المكان. طب احنا نقدر نفتح الادراج اللي قدامي؟ خلينا نجرب، جرب افتح 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 افتح. لا والله ولا اي حاجه من دي شغاله. اوه يا جماعه بصوا، محدد لي الحاجه فين، يا لهوي في اخر الدنيا. لما انا محتاس بدا يوضحهم يا ابني، ده انا قعدت ايه ده، الهج واجي هنا صح؟ ربنا يستر، مكمبر في اماكن غريبه. احنا نقدر نشيل ثلاثه ولا اخرنا واحده بس؟ انا مشكله شايل حاجات كتير، ربنا يستر، لان الهج واجي مكمبر في حته هنا. فين اللي بعده؟ ايوه عند كيسي ميسي، ناخد التاني. يا عم حرام عليك يا عم والله، انت بتستهبل. طب خلينا نرجع طيب بسرعه، تقريبا الهج واجي قاعد في حته هنا،
هنحط يا جماعه اول جزء بس، يبقى تقريبا ما ينفعش نشيل غير اخرنا واحده. انا معايا حاجات كتير، فانا افكر ان اللي استخدمته ارميه، ولا انتوا ايه رايكم؟ يا ريت برضو يا جدعان ايه تناقشوني. خلينا نحط الحاجه. تمام، عندنا رقم 9 وعندنا رقم يبقى 9 وعندنا 7، في رقمين تانيين ناقصين، فخليني اروح اجيب بسرعه الحاجه. الحمد لله لقيت التاني كان سهل، التالت بقى في اخر الدنيا، فخلينا نحط ده. حلو، يبقى عندنا 9 4 7. 9 استنى كده، 9 مش عايز نكتب ليه؟ ما تكتب يا ابني، لازم احط البتاع بالظبط. غير كده ما يشغلهاش والله. عشان ممكن الرقم الاخير ده نخمنه. خبيث يعني، ميت ومؤذي يا عم. امشي يا عم انت وكسي بيسي بقى. انت فتحتنا، امشي. ايوه ناخد بقى اخر حتة. عليها رقم كام يا عم؟ خد بقى البتاع. حلو، خدنا نرجع بسرعة بسرعة بسرعة. هو ثواني يا جماعة، في هاجي واجي اخضر كمان. حاطين كل حاجة هنا تقريبا. يلا نرجع على المكتب. طبعا في فيوزات انا مش عارف ممكن نستخدمها بعدين، بس ما اظنش يا جماعة احنا رحنا عند مكتب المدير، فاظن دي اخر حاجة. فخلينا نركب بقى الجزئية دي. ايوه ممتاز، عندنا يبقى 9 9، وبعد كده 4 7. اخدت 9 يا جدعان عشان هي الوحيدة اللي باللون الاسود. بعد كده عندنا كام؟ 7. يب ايوه ممتاز، جالنا مفتاح تاني. المفتاح بقى ده هنستخدمه في انه جزئية. اولا لا، ده يا جماعة بتاع مكان بوابة الحراسة تقريبا اللي تحت. خلي بالنا يا جماعة عشان دي تقريبا عايزين نستخدمها عند البوابة بتاعت الايه، الذكاء الاصطناعي الاي اي. كمل كمل كمل، يلا يلا يلا. هو بتقولي في توصيلة كهرباء تاني ارجوك. وصلنا تمام تقريبا يا جماعة، في توصيلة. جب عشان نقدر نشغل انت بص اللي عملنا مصايب كلها. اتحطينا في تراب، معمول لنا فخ وبوابة. لا مستحيل. اجري 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 بسرعة 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 بسرعة. خدش نفسي، يلا يلا. واقف 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 واقف، ما بيهزرش. يلا 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 يلا، اجري اجري يا حبيبي. افتح الباب، افتح الكارت كويس. انا ما رميتش الكارت. والله جاي. يلا 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 بسرعة. افتح، خش خش. استنى يا جدع، ايه ده؟ ولا لا اجري 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 اجري. افتح 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 الباب يا عم، عايزين مفتاح الازرق ده ولا اسمه ايه؟ نعمل ايه؟ اوكي اوكي افتح الباب، عايزين نشغل كل الشاشات. طب نعمل ايه؟ قول لي. طيب على السر ترن اون، ماشي. عايزين نفتحهم، نفتحهم ازاي؟ مشكلة المجنون ده اللي عمال يفتح الباب. اوه يا جماعة اهو، والله عمال يلاقي دعبس. بس يا عم اقفل الباب يا جدع. عايزين نولع الشاشات، نولع الشاشات ازاي؟ انا مجرد ما المسها تشتغل يعني؟ افتح افتح افتح، والله ما عارف ازاي يا جماعة، غريبة. اسحب يا عم انت كمان، استنى يا هاجي. افتح طيب اي حاجة يا جدع. طب نجرب الشاشة. اوه شفت في مكان، في توصيلة هنا. خلينا نعمل طيب توصيلة الكهرباء بسرعة بسرعة بسرعة. حلو حلو، يلا يلا افتح افتح. حرام، افتح البوابة. طيب اعمل اي حاجة يا جماعة. شايفين الازاز؟ شيل 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 شيل. ده انا هخش ازاي هنا؟ اوكي اوكي لازم نعمل التوصيلة. كمل كمل كمل، يلا الحمد لله الشاشة اشتغلت. حلو اوكي، كله شغال تحت السيطرة. لا يا جماعة، لازم اخبطهم، لازم اخبط الشاشات. يلا 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 يلا، التحدي مجنون. اولا لا، استنى 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 استنى، صعبة يا جماعة، وعندنا وقت، اي غلطة هنزعل. كمل كمل كمل، ايه ده في ايه؟ انا باشا. كمل 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 كمل، يلا يلا يا لهوي على الجنان. كمل يلا. طب خلاص ثانية، يلا بسرعة بسرعة بسرعة. كمل كمل كمل. ايوه ايوه ايوه، انجز انجز انجز. انا هخبط ايه ولا ايه يا عم؟ كتير 25 ثانية والله اوفر. انا خايف الوحش يجي، حاسس هو بيكسر الباب دلوقتي. راجي واجي. كمل كمل كمل، يلا يلا. تمام، طفينا طفينا. اجري 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 اجري. ايه يا عم؟ خضتني. اخيرا. يا جماعه نقدر نقول مبروك، تم التختيم بنجاح وعدينا منها. صدقت صعبه في روبلوكس اكتر من العاديه. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده، مستني رايكم يا جماعه. شكرا، دي جديد مع ستيوب جيمنج. يلا سلام.